تصدقش. بلاطو بيض يا عباد الله، بلاطو بيض، زيد دي الكاميرا وزيد تبرح. السلام عليكم، ازوف الله ومرحبا بكم خوتي في قناه ديالكم رائد فلوغ سيزون 2. اول خطره ندير فيديو من البلاصه هذه، وراني ما خرجت برا ما لبسك، راه كتسخسوني علاش ما راكش لابس الماسك، علاش خرجت وانتم راكم في الحجر الصحي اكسيتيرا. نجاوبكم خوتي، انا راني اكطويلمون في لاطيراس تاع الباطيمه، يعني في لاطيراس تاع الباطيمه ما كان نوريكم اون ديرا خوتي. ها هو راني هاي برنساس كي العاده، برنساس راني في لاطيراس تاع الباطيمه ونوري لكم اون ديريكت نيت لا فيو من هنا. هاكا باش تعرفوا علاش ما رانيش لابس الماسك، علاش راني في البلاصه هذه، باسكو ممنوع تخرج وما نقدوش نخرجوا الحاله ما راهي الشكر، ورانا ابيبري كل خطره نشوفوا ارقام ما كاش كاع كيفاش، راهي غير ارقام لهبه كامل، يعني ما تقدرش تخرج، مستحيل انك تخرج. المهم دخلوا ديريكتوم في الموضوع خوتي، الموضوع تاع اليوم مهم بزاف خوتي، ويعني سي يسمعوا لي خوتي، سي يسمعوه من الآل الزاد، باسكو مهم بزاف ويهمني انا ويهمك انت ويهمك انت يا اختي، ويهم المغتربين ويهم اللي في البلاد ويهمنا كامل. الموضوع هذا نهضر معكم خوتي، باسكو اقسم بالله نهضر معكم من قلبي قيوس، حاجه شغل حاجه تاثر فيك وما تقدرش ترياجي، يعني ما قدرتش ندير اكثر، واش ندير نخليها لله في سبيل الله، ولكن ما قدرتش نزيد ندير اكثر من الفيديو هذايا، وان شاء الله يتبارطاجا وان شاء الله كامل الناس تسمع به وان شاء الله كامل تشوفوا، باش اوموا بالك نقدر نحرك فيكم واحد الحاجه اللي راهي فيكم ديجا اللي هي دير الخير خاوتي. نعطيكم واحد المعلومات برك قبل ما ندخلوا دايركتوم في الموضوع، المعلومات كنت المره فاتت فيديو على خاوتنا الحراقه اللي راهم يعانيو. انا خاوتي في الفيديو هذاك قلت لخاوتنا المغترب، باسكو قريت واحد لي كومونتير، يعني كيقول واحد لي كومونتير نو، كيقول واحد لي كومونتير تسمى كاين واحد زعما 2000 كومونتير تلقى واحد 5 ولا 6، ما معليش من 5 ولا 6 انا بويسكم يتبعوني نحب نرد عليهم. انا قلت المغتربين اللي راهم هنايا يعاونوا الحراقه، ما قلتش اللي راهم في البلدان تاعنا يعاونوا الحراقه، باسكو كاين ناس قال لك يستاهلوا وطلعهم من اوروبا ويستاهلوا اكسيتيرا، معليش انا ما ردتش عليكم. نقول لك برك باللي حنا قلنا باللي المغتربين اليوم هنايا يعاونوا خاوتنا الحراقه اليوم هنايا، وخاوتنا هنا في الوطن يعاونوا خاوتنا في الوطن، المغترب اللي يقدر يعاون في الوطن يعاونوا، وخاوتنا اللي في البلاد ما قلتلهمش انا يعاونوا خاوتنا الحراقه لهنايا، يعني باش نكونوا واضحين. ندخلوا في الموضوع اللي هو كاين حاله اللي هي قلت لكم خاوتي باللي الناس راهي تعاني، صح قسما بالله لا تعاني، ماشي غير لهنا الحراقه ما يعانيو هنايا، والناس واحد اخرين ما يعانيو في البلاد ثانيت الحراقه معاني هنا، كاين باسكو خدامين بلا جورني، وكاين اللي راهم بالكوارط، يعني ايماجيني بكوارطو ويخدم بلا جورني، كيما واش خدام مشكل كيف يخلص كره. يا خوتنا المغتربين عاون باش بالشي اللي تقدر، انت راك خدام وبكوارطك وبدارك وبكراك ولاباس بيك كذا، عاون خوك الحراق بالشي اللي تقدر، عاونو بحاجه بسيطه برك، انت تعاون وانا نعاون واكس يعاون واكراك يعاون ونترافدوا بيناتنا ونتعاونوا بيناتنا، الجزائريين مغاربه توانسه كامل نتعاونوا بيناتنا. يعني عندك خاش كاين بزاف اتصلوا بيا قالوا لي نديروا صندوق، لا لازم نديروا لا صندوق لا والو يا خوتي، عاون انت من يدك ليد السيد، ما تبعت لي ليا ما تبعت لواحد اخر، ما دير من يدك اللي ما كاش منها، ما تقولي ما نقدرش نلقى خاوتنا حراقه، تلقى الحراك تلقى الحراك كامل، حنا مغتربين نعرفوا، ما تعرفش انت سقسي واحد صاحبك وروح مد نصيب اللي تقدر عليه عاون خونا. كاين يعني كاين واحد المغتربين نعطيهم الصحه، لقيت ديريكتوم كوموند لي كومونت تحت ديريكتوم نيميرو تليفون تاعو في الاخر، قال لك راني في باريس، اللي كاين واحد خونا في باريس قال لك اللي ما عندوش وين يسكن يجي يسكن عندي فوق العين والراس، كاين واحد في بلجيكا، كاين واحد يعني يعطيكم صح طنوامر تليفون تاعهم ديريكت، بارك الله فيكم خوتي والله غير لي زوم نتوما. وحبيت نهضر على حاجه واحده اخرى اللي هي في الجزائر، واحد الكارثه راهي صاريه في الجزائر، وما تقوليش ماشي كارثه وانما كارثه، باسكو علاش نتوما كتشوفوا فيها، ماشي غير انا راني نشوف، العالم كاع راهو يشوف، وخاصه حنايا رانا نشوفوا في الناس اللي راهم في الحجر الصحي، راهو في الحجر الصحي مصاع ما عندوش واش ياكل. تقول لي حنا في اوروبا دوك نجو ايطاب باري ايطاب، هنا في اوروبا كي داروا الحجر الصحي باش تكونوا على بالكم خاوتي، يعني هذه ثاني رساله للمسؤولين، الشعب راهو يعاني، الشعب راهو يعاني،
رساله للمسؤولين. هنا كي داروا الحجر الصحي كي تروح السوبر ماركت ما تلقاش السميد ماكاش وما تلقاش الحليب ماكاش وما تلقاش الخبز ماكاش وما تلقاش اللوبيا ماكاش وما تلقاش السكر ماكاش. تروح تشري دير لافيلا تاعك الغاشي ويدخلوا بالواحد ودير لافيلا معليش دير لافيلا نص ساعه وانت برا ولا 10 دقائق ولا ساعه تاكد تدخل داخل تروح ما تجيب الهامج ولا باكار وكذا والشعب والورايات وكذا تدخل ترفد تحوس على السميد تلقى السميد تحوس على الحليب تلقى الحليب بستف تحوس على السكر تلقى السكر ما كاش المونك المونك هذا ماشي الشعب اللي يوفره ماشي الشعب اللي يوفره هذه وحده. في البلدان تاعنا خاوتنا مساكن في بليده ما كاش السميد يقول لك انا يرحم بابك كيف ما نخرج ما كاش السميد او لو كان يسمع في قنبهار السميد يروح يقول لك الحليب ما كاش الدراري صغار عنده دراري صغار لازم ياكلوا في الدار ما كاش راهم يعانيو ماشي غير الولايه تاع بليده كامل الولايه راح عليها باسكو بالعقليه هذه يعني تفرض نتاع الحجر الصحي. احنا قلنا وي الحجر الصحي وانا اول واحد من الناس اللي يدير الفيديو قلت بالسلطه تاعنا ديروا الحجر الصحي وقلت للناس ما تخرجوش خاوتي ما تخرجوش برا المرض وكذا او السبب ما تخرجوش ريحوا مش صح. انسان كي تقول له ريح في الدار وهو الحليب مسكين ماهوش يلحقوا ما لقاش الحليب وكي تقول انسان ريح في الدار ويقول لك انا ما عنديش باش نوكل ولادي ما كاش الماكله وكي تقول واحد ريح في الدار وهو يحوس على السميد ما يلقاش ويحوس على الخبز ما يلقاش كيف ما يخرج وما تلومه وانت تقول له علاش خرجت هنا 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 كي تخرج يلومك هنا كي تخرج يلومك يقول لك علاش خرجت تقول له ندير سبيزا روح دير سبيزا تاع 10 ايام يا سبيزا انا قد نروح شريت 10 ايام ولا 15 يوم ودخل دارك ولا راح الفارماسي ولا الطبيب وباسطا بصح تما كيما يقولوا ما كاش الحليب ما تقولوا علاش خرجت كيف فهمني يعني حاب نفهم هذه حاجه. والحاجه الثانيه كاين واحد الامر ثاني مهم بزاف كيما كنا هضرنا على المساعدات خاوتنا انتوما يا اخي خاوتنا في الله الناس اللي تروح تبرح ب 80 مليون كانت تروح تبرح 80 مليون و 150 مليون و 200 مليون ويبرحوا بلي كارت غريز في الملاهي يعني احتراما للمتتبعين تاعي والعائلات اللي تتبعني ما نبداش نهضر الهضره ماني نكونترول الهضره تاعي باسكو نهضر بالقنطه نقدر نهضر نابورتو كوا ولكن احتراما لكم راح نكونترول الهضره تاعي. الناس اللي كانت تروح تصرف الدراهم على الخماج 100 مليون 150 مليون وفرحان ويصور ويدير في روحه الملاهي راني داخل منها فلان يتبرح وهذه في خاطر هذه وهذا في خاطر هذا الدراما هذوك علاه ما تمدوهمش دوكا للزواوله علاش شبه زبله خم الزوالي خم خوك الزوالي الدراما هذوك ربي اللي مدهم لك ما تقوليش انت جبتهم وحدك رب العالمين اللي رزقك يعني الدراما هذوك ماشي غير دراهمك دراهم الناس كامل دراهم الناس ربي رزقك انت ولكن نفقوا في حاجه مليحه ماشي تنفقوا في حاجه ماشي مليحه وتروح عند رب العالمين وبعد تشوى عليك طوفيرسو 80 مليون ترميها قوس دروات روح مدها للزوالي تماك تولي في حل. وزيد حاجه واحده اخرى يعني هذه حاجه شغل تقبتني انا كامل ان شاء الله تشوفوا الفيديو كامل من الار زد باش ما تعطي والو باسكو القلبه ومعمر يعني ماشي غير احنا رانا هنا في اوروبا وقلب ورانا في الزبل حنايا رانا هنا في ايطاليا ورانا في المرض هذا ومشاكل وستريس وفي قلب الازمه وخايفين اخر بصح قلوبنا معلقين في البلدان تاعنا. استغفر الله والله يا خوتي غير نحضروش تكبى لي النفس مش تكبى لي النفس مانيش قادر نفسها بسكوني بالقنطه تشوف الناس يروح يصدق يا رب بلاطو بيض يدي معاه الكاميرات وزاباري فوتو يتصور تشوف الناس يروح يمد شكارة سميد لازم يا رب لازم العالم كاع يسمع باللي يمد شكارة سميد ولازم يصوروا هذاك الفقير ويصوروا هذوك الفاميليا الفقراء علاش كنت تحرقوا فيهم ربي يا اخي قال لنا انا ما نعرفش الدين خوتي ما نعرفش الدين ما نقدرش نعطيك الايه ولا الحديث ديالك نخاف بصح ربي قال لك بلي كي تصدق باليوم لا سيدي اليسرى ما تشوفكش باش ما يوليش رياء صدق باليدك اليوم لا سيدي كفا اليسرى ما تشوفش يدك يعني يدك ما تشوفش يدك كيف انت راح تمد بلاطو بيض يا عباد الله نوريكم تصاور تشوفوا شفتوهم كامل بلاطو بيض العالم كاع صوروا قدام معك 20 كاميرا و20 لاباري فوتو وخاوا صوروا الجورناليست وما بيش شوفوا انا مديت بلاطو بيض وهذيك العائله الفقيره هذيك ما خممتش على الاحاسيس تاعها يعني هي ديجا راهي في الفقر عايشه في الميزيريه قلبها مجروح يعني الحياه مرنكه ما عندهاش انغاف ما عندهاش بعد نظري كتشوف الاحلام ولا تزيد انت تكمل عليهم باش تكمل عليهم انت تزيد تحرقهم تزيد تشوفهم هام العائله الفقيره اللي مديت لهم انا مرفاه ومديت لهم ليهم وهذاك ما خممتش على الدراري الصغار هذوك كيف يكبروا وكيف واش دير لهم هذيك الطفله هذيك اللي صورتها انت تمد لها بلاطو بيض هذيك من 10 سنين ولا 15 سنه كيف ربي يهديكم قسما بالله تروح للكباري تبرح يصوروا فيك الكاميرا وفيك شغل حاجه كبيره تزيد تروح تصدق
بلاطو بيض يا عباد الله، بلاطو بيض، زيد دير الكاميرا وزيد تبرح، ستر ما ستر الله، دير الخير بينك وبين مولاك. حنا قلنا انا ندير لي فيديو، قول للناس عاونوا خاوتكم هنا مغتربين، عاونوا واليوم في البلاد عاونوا، ولكن عاون بالسطره سورتو في هذه الامور الحساسه هذو. ماشي لازم تفضح الفقير هذاك ولا تفضح هذاك الانسان هذاك، تروح تحرقه مسكين باللي راح تعاونوا. عاونوا، كاين شفت واحد الفيديو في خاوتنا في بليده داروا لجان احياء، يعني متطوعين لله في سبيل الله، متطوعين يعرفوا الفقراء تاع حومتهم، يعني هما يلموا ويروح يديروا باب الدار ولا كاميرا لا تصويره لا يديك لا يجيبك، يروح يدقدق للسيد السلام عليكم هاك نصيب لك تبول رب العالمين، ويروح يروح والسلام عليكم ان شاء الله كامل هكاك. قال احياء ديروا اربعه ولا خمسه ولا ما على باليش انا، اللجنه تاع الحي ولا حومه اللي تثقوا فيهم، باسكو كاع عندكم ولا حومه اللي مربيين ما شاء الله ماشي سراقين، تثقوا فيهم وكلوهم هما، وانت دير له سوا دراهم ولا دير له حاجه اللي تقدر عليها، هو يديها الباب الفقير، الباب الفقير اللي في حومته، كل واحد يدير نفس الشيء في حومته وهي فرات. ما تروح انت تمد دراهم لفلان، ما تروح تمد القدور، ما يعيط القنوات روح البلاد روح الجزائر روح شوفوني راني نمد، راني نصدق وراني نمد في الدراهم. مدوا لهادو اللي جان هادو مكاين متطوعين، خيروا الناس ملح، هو اللي يتكفل، يروح الباب الدار للفقير باب الدار ويمد له سطره بسطره، يعني ما يشوفوا غير رب العالمين والسيد هذاك والسلام عليكم. الفقير هذاك ما يحش روحه باللي راه مرنك وراه جاي رمضان وراه جاي العيد وراه وخلي وخلي وخلي. ونعرفوا احنا بلدان تاعنا يعني ماشي من غطوش الشمس بالغرب، نعرفوا باللي ما كاش لا توجد لا توجد. استغفر الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله خوتي ان شاء الله يلحق الميساج ليكم كامل، والله غير نهضر من قلبي قسما بالله واعوذ بالله من كلمه انا غراني مقيوس قسما بالله، نعطيكم يعني نهضر معكم من قلبي، بارطاجيو ان شاء الله ماكسيموم هذا ان شاء الله كامل. خاوتنا اللي يقدر يعاون بالسطره بالسطره، وديروا وعاونوا خاوتكم ووقفوا ودعوا لنا، احنا رانا في قلب الازمه، دعوا لنا خاوتي قسما بالله، رانا نهضروا معكم وخايفين والاخبار اللي يتمدوا ماشي صح، يقول لك راه خلاص وراح تفلا، ما فلا والو ما فلا والو، كاين امور ابعد واحد اخرى سياسيه بعيده كبيره بزاف راهي تصرا. نقولوا خاوتي نحبكم كامل وكاع كيما راكم خاوتي، راكم في القلب نموت عليكم، تهلاو في رواحتكم بزاف بزاف، تشاو راكاتي.